مؤثر جدا، معروف أنه وحيد القرن بمجرد نزع قرنه الموت لا محال. إذن في كل مرة نوجه نداء لكل الأشخاص اللي يتعاملوا مع الحيوانات، نقول لهم رفقا بالحيوان. كنا البارحة إذا تذكروا كنا عرضنا فيديو بحضور طبيب بيطري يوسف خراطي الذي تم عرضه مسبقا من خلال مجمع شروق وقناة الشروق الإخبارية حول المذابح بالجزائر وطريقة معاملتهم للحيوانات. نتمنى أن تكون فيه رقابة وإعادة نظر في كل القوانين الداخلية التي تخص المذابح الوطنية الخاصة بالأنعام والحيوانات. صباح الخير شيف، أهلا. أهلا بك، صباح النور لك ولمشاهدينا الكرام. إذن كل المشاهدات راهم ينتظروا في حلقة برنامج صباح الشروق والإمضاء المميز لشيف ليلى. ربي يخليك، اليوم رحلة إلى السويد. راح نديروا لا بريوش سويدواز اللي هي كلكم بور او لي غولي على كانيل، لفائف القرفه. يعني راح تشوفوا معنا طريقه سهله، مكونات بسيطه، ونلبيو كل اللي طلبوها لنا، خاصه امينه من برج بوريريج. كانت دائما تطلب وتلح تطلب وتلح، وانا نقولها مازال اذا نقول لها راني درت لك لا بريوش سويدواز، كوني في متابعه فقط. نحيو امينه من برج بوريريج، راح نشوفوا اذا كان فيه فرق. اكيد كاين فيه فرق بين البرجه تاع برج بوريريج وبين البريوش السويدي. واش الميزه اللي تميز البريوش السويدي لو كان نقارنوه بالبريوش اللي يعرفوه كامل الجزائريين؟ فيه القرفه اول شيء كنكهه، ثاني شيء الشكل. احنا نعرفوا لا بريوش تجي دي بديت بول، نعم، خبيزات او في المولا كيك، هذه راح تجي لفائف. راح نحلوا العجينه تاعنا، ندهنوها بالزبده والقرفه، نروليوها، من بعد نقطعوها وتزيد تخمر، يعني الشكل تاعها شكل واحد اخر. والريحه خاصه يعني ننصحكم به في فصل الشتاء، البرد والتواقي مغلوقين، راح تشموا هذيك ريحه القرفه والزاز، راح يعطيكم ريحه ولا اروع. لكن ديروا زياده ومدوا لجيرانكم، راح تشهيوهم. كيفاش خذا يدير زياده وكامل الضيوف تاعنا يستفادوا، وحتى طاقم جنود خفاء برنامج صباح الشروق يستفادوا من كل ما تحضر شيف ليلى. عندنا التحليه اللي هو البريوش وطبق الرئيس. وش راح يكون؟ الرئيسي راح تكون بطاطا سويديه، درت لكم درتها انا اكومباني بدجاج على كريم. البطاطا هذه راح ناخذوا الحبه تاع البطاطا كامله، راح نقطعوها، نوري لكم من بعد تشوفوا معايا الطريقه. نقطعوا كما نقولوا احنا بالدرجة، نفلحوها، راح نديروا لها عده فتحات من الفوق، راح نشلحوها او نفلحوها. راح ندهنوها بالزيت والتوابل والزعتره كما قال، نشخشخوها مليح بهذوك، بعد تدخل داخل. من بعد راح ناخذوا قطعه تاع الجبن، يعني نديروها في الفتحه ونديروا قطعه تاع باتي في الفتحه وندخلوها تطيب في الفرن. ودرت لها قلت لكم دجاج ناكومبانيها بها. اوكي، نعطيو المقادير الخاصه بالبريوش. بالبريوش يعني البريوش راح نحتاجوا 700 غرام تاع فارينه، نديروا لها 100 غرام تاع السكر، 30 غرام تاع خميره تاع العجين او ما يعادل 2 ملاعق. لهنا كما قلت لكم 100 غرام تاع السكر، انتم ترفدوا بالمغرفه، المغرفه القياس تاعها 25 غرام، يعني راح يكون ربع مغارف سكر. Okay. راح يكونوا فيها 2 حبات بيض وكاس تاع الحليب، يعني نطموها، ماشي كاس، نطموها حتى تنطم لنا بالحليب. من بعد كي تنطم لنا العجينه راح نضيفوا لها 100 غرام تاع الزبده قطع. راكو تعودتوا معايا على الطريقه، يعني ندير هذيك العجينه ونبدا ندخلها في الزبده بالعقل. بيان سور الملح، دائما رشه تاع الملح. نخليو العجينه تاعنا تخمر، بعد اللي تخمر راح نحلوها مستطيل، نفرشوا فيها الزبده والقرفه. من بعد راح نروليوها، نقطعوها بالسكين شغل بيسكوي غولي، نقلبوها على الوجه الثاني، نخلوها تخمر، ندهنوها بالبيض، تطلع مليح، ندخلوها الطيب. من بعد في الديكور عندكم الاختيار، نحكي لهم الان على الديكور ولا من بعد؟ باش ما نتلفوها لهم. يقدروا يديروا ديكور جزائري، يدردروا السكر من فوق. كاين اللي يدرد السكر، كاين اللي يطيب كما نقولوا احنا التوبينغ، يعني راح نديروا ان كراميل بالسكر وكريم فخاش، ونحمصوا شويه مكسرات نخلطوهم لداخل ونسقيو هذاك لو دانيش. او نقدروا نطيبوا عسيله ونسقيهم هكذا بلو بانسو هذيك العسيله، او نقدروا نخليهم كما راهم. يعني انت شنو حديري؟ انا ندير لكم شويه هذاك كراميل ونخليكم شويه سامبل، والمشاهده الكريمه هي تختار واش دير. برافو عليك شيف، راح نرجع لك بعد قليل، والمخرج نتاعنا راح يظل معك بكاميرته اكيد، ويشوف كل الخطوات اللي راح تقومي بها، وانا ومشاهدينا راح نستعرض مع بعض اسعار الخضر والفواكه في الاسواق الجزائريه. تفضلوا.